في ذكرى ثورة سبتمبر وفي كل شبر من شمال البلاد إلى جنوبها صدح صوت أيوب طارش كرمز وطني مشترك واحد استحضره الجميع. الفنان الذي غنى للأرض والإنسان ظل اليمنيون خلال السنوات الماضية يحتفون بالثورة على إيقاع أغانيه وترانيم ألحانه. رددي أيتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي. كيف لا وهو ملحن النشيد الوطني للجمهورية ومن غنى دمت يا سبتمبر التحرير وأهلا بعيد اليمن الوحدة الكبرى وأنت يا أيلول فجري ولمن كل هذه القناديل، وهي أبرز الأغاني الوطنية التي تغنت بثورات الشعب وخلدت نضالاتهم. يا سماوات بلادي باركينا. أيوب لم يغب بأغانيه عن حقول اليمنيين وأشجانهم أفراحهم وأحزانهم، فغنى يا حنين المفارق بالله عليك ومسافر لك أيامي وطاب البلس ومكانني ظمآن وقلبي يسائلني عليك، والزفة الأشهر بسم الله اسم الله العالي مولى الولاية والولي. المطرب المولود في قرية صغيرة بتعز عام 1942 فنان الثورة كما يسميه كل اليمنيين الحاضر بوجدانه وألحانه وأغانيه اليوم غائب عن الوطن مكرهاً. أيوب طارش يعاني من أوضاع صحية متدهورة اضطر على إثرها لمغادرة اليمن إلى القاهرة في رحلة علاجية ثم إلى سلطنة عمان وأخيراً إلى جمهورية الصين، حيث يعاني من أوجاع عموده الفقري وترهل في أعصاب اليد اليمنى والكتف وحيداً ومخذولاً. رحلته العلاجية التي بدأها على حسابه الشخصي وبمساهمة من رجال أعمال لم تكتمل بعد، فما زال الفنان الكبير بحاجة للانتقال إلى ألمانيا لاستكمالها، إلا أن ظروفه المادية والتكاليف العالية والكثير من العراقيل حالت دون ذلك، وهو الذي أهملته الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الثقافية إلا من الوعود. يا شاري البارق مين فني كبير احتل أيوب طارش بفضله شهرة ومكانة خاصة لدى اليمنيين لا ينازعه عليها أحد، لكنها في ظل غياب شعور المسؤولية لدى المعنيين لم تكفل له حتى ما يعينه على تطبيب أوجاعه.